فوالا كانت هذه الكلمات مع سفيان بن فرحات. بعد شوي نستقبل بعضنا، عندك متعلق يظهر لي اخر وتقلو خمسة حبينا نفرمي الرياكسيون تاع نيب فوالا قانون مكافحة الارهاب، لانه قالوا لنا باش يعملوا نهار 24 نوفمبر فوالا اكزاكتلي لي بلوتو لي 27 28 اكتوبر 28 اكتوبر لو 26 كان نهار 3 صباح النور خميس قصيله. مرحبا بك سيدي، صباحكم الخير. قانون الارهاب هذاك كان اسمه قانون حمايه الارهابيين. قانون اللي يلزموا يقاوموا الارهاب بدون لا رحمه ولا شفقه، يتحط سلاح تشريعي الى جانب رجال وقوات الامن لحمايه الوطن والمواطن، ما فيش باع وشراء. هذا توجهنا وهذا بحول الله سننجزه في مجلس نواب الشعب في اقرب وقت، لكن بجانبه يعني مش هذا الكافي، بجانب القانون الأساسي لقوة الأمن لابد من ضمان تشريع لحماية رجال أمن وكل حاملي السلاح في تونس، ولابد من الحكومة الجديدة أن تتوجه بحركة مشهودة تجاه من يحمل السلاح، تعاد هيبة الدولة، تعاد برجالها وبنساها، مش تعاد بالكلام. هيبة الدولة ماهاش لعبة، إذا كان رجال الأمن وقوات الجيش الوطني ما يقعش لفتة للوضع الاجتماعي والمادي نتاعهم، شيء ما عملنا. هذا هو رأيي. هذا رأيي بالنسبة كان نحترمه هكا ولا سفيان. أكيد جدا، لأنه الأمن اليوم هو الحاجز الأخير بين الإرهاب والمجتمع، ويحبوا يضربوا الأمن باش يستبيحوا تونس ويرجعوا منها لا قدر الله تونس تاني. هذا أكيد. تعرف نقولوا بريكينج نيوز هكا ولا لا؟ أنا نقول لك رويترز توا دقيقتين إطلاق نار في جنوب باريس وسقوط قتيل، خلينا نقولوا قتيل اللي هو بوليس جوستومون ان بوليسي مور دونك، واللي لي تيور كالعادة اون فويت. خلينا نشوفوا في مترو في احد متروات باريس. على كل هذايا البريكينج نيوز الاولاني تو ناخذ تفاصيل اكثر تو نشوفوا هاو. حتى فرونس 24 تو تقول اصابة جند شرطيين، ولكن بحسب رويترز واحد مات والاخر مجروح. ناخذ اكثر تفاصيل. ذوي الارهاب لا دين له هكا ولا دولة له، ولا دولة له. وتعاطفنا لازم نأكدوه مع شارلي بدو، يعني الصحيفة الساخرة الفرنسية اللي لها صحفيين شجعان، شجاعة الكلمة سلاحهم ستيلو ورقة، والإرهابيين يضربوا بالرصاص الحي. كل تعاطفنا مع صحفي شارلي بدو ومع واستنكار لهذه الجريمة النكرة. تتفي أنت عشت في باريس وتعرف أهمية حرية الصحافة. اليوم هاو في لابخيس كتب لنا اس بي اف، كتب باغي لو كوموندو دو لا هين فراب لو تومبل دي ليبرتي، جوستومون سامبوليزم يظهر لي في العمليه الارهابيه. صحيح صحيح، لانه استهداف الصحافه وتوا بالدم يجري في الكلوارات يعني نتاع الجريده. نعرف الصحفيين منهم ونعرف موقعها ونعرف دورها ونعرف شجاعتها ونعرفها اللي تأفف مش المشهد الفرنسي برك، مكسب لحريه الصحافه وحريه الاعلام. تعرف وقت اللي في تونس يبدا الكاريكاتير وتبدا القلابس وتبدا، نقول الحمد لله يا ربي اللي فاه البلاد هذيا، وانا نقول للسياسيين اللي ما يتحملوش، والارهاف شويه في عقولهم مش في اللي ما يتحملوش النقد وما يتحملوش السخريه وما يتحملوش انه يحطوا نفسهم عاديين قدام الناس. هذا اش قاعده تعمل الصحافه، تحبهم يوليوا عاديين. شارلي يبدو كل التضامن نتاعنا مع رجالها ونساها، واستنكارنا الشديد للدم اللي سال في كل وراتها. اكزاكتومون، ما نجمو كان نضمنوا صوت صوتك خميس قصيله، وكالعاده كما قلنا صباح ونعاودوا نكررها، رانا احنا ندين باشد العبارات هالعمليه هذه الارهابيه الجبانه. واليوم كلنا شغلي يبدو احب من احب وكره من كره، خاطر في نهايه الامر اللي صار لشارلي يبدو ينجم كان يصير لليوم السابع ولا الاهرام ولا للابخيس لا قدر الله ولا للصباح، ولكن ينجم يصير لاي جريده اخرى كما نيويورك تايمز. كلنا صحفيين اكيد جدا، وثما خصوصيه فرنسا زاد بلاد الحريات، بلاد ديكلاراسيون يونيفرسال دو دروا دلوم، وبلاد كذلك لا غازيت نتاع رينودو، واللي الى حد ما دائما ثم سونكتويال ما تتمشش الصحافه فيها كما حكينا بك. ثم انتليجنس زاد ساخره وانتي كليريكال، اللي هما نقدم الدين الاسلامي كما نقدم الديانه اليهوديه كما نقدم المسيحيه، وكذلك دفاعهم معناها وولينسكي وكابو وغيره كانوا يدافعوا ياسر على الزيميكري وغيره. عندهم من فولتير كان يقول اونري ا باري اون غانسون دي دون،
لو غير فولتاريان معناها سي لا ديليزيون موجوده في فرنسا ياسر، وكذلك الفكر الحر والفكر النقدي والصحافه الساخره. وتشوف انت كبار الكتاب الفرنسي جون بول سارتر ولا كامو كانوا صحفيين، يعني معناها ما الصحافه بالنسبه لهم حاجه مقدسه. دونك لو تومبل دي ليبرتي جوستومون على خاطر بوابه الحريات وقلب الحريات هي حريه الاعلام، وتدخل بكلاشنيكوف وغيره تضرب في جريده عندها سمبوليك خايبه. خايبه ياسر على كل، بعد شويه نحكي معك خميس خصيله شنو صاير داخلي لتونس وشنو هي اخبار الحكومه المرتقبه. صباح الفل تونس الكل، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو، مكملين معكم ان شاء الله حتى العشرة انت عصباح. ضيفنا اليوم في استوديو حتى التسعة ونص القيادي في حركة نداء تونس وعضو مجلس نواب الشعب وبرلمان الشعب خميس قسيلة. خميس صباح الفل، مرحبا بك. صباحكم الخير. حابين نسألوك قبل كل شيء، شنو صاير داخل حركة نداء تونس؟ هل بوادر الامبلوزيون بدات تظهر جوست بعد ما كملنا العرس؟ تقول انت يظهر لي ثم شكون يحبها يكون مصيره كمصير سي بيير. يظهر لي اولا نداء تونس ماهوش ملك الناس اللي فيه، لا هيئه تاسيسيه ولا رئيس المستقيل ولا النواب اللي هو قاع انتخابه. نداء تونس فرصه نتاع انقاذ مشروع وطني كبير. انا نخمم في النساء والرجال اللي موجودين توا في البنك وموجودين في الاداره وموجودين في التشر واللي شافوا فيه الريحه نتاع البورقيبيه وريحه الدوله وهيبتها وريحه استعادة تونس للتوانسة. ولذا ما عنده حتى حق باش يلعب بالحزب هذا. ونقول لك لا رئاسة ولا حكومة ولا مجلس يجي في أهميته وفي اليوم رأس المال اللي يحب ينقذ تونس. مش عندك بطاقة ولا ما عندكش، هذه فرصة باش يرجع الضمان في قوى الحداثة والتقدم اللي يمسوا نداء تونس. وأنا جيت لهنا باش نتكلم هذا اللي يمسوا نداء تونس واللي يحب يورثه واللي يحب يبيع ويشري به لا سبيل اليه. باهي خلينا توا نفركوا اورلمان. اولا تقول باش يولي كسي بي ال، حسب رايك باش تقع انقسامات فيه لانه سي بي ال تقسم الى ثلاثة اربع احزاب. فعلا يعني شكونهم اللي وتعرف انت بدا يتقسم وقت اللي وقع الانتصار، وقت اللي خرج منه رئيس سي بي ال يعني عوض شكونهم توا يمثلوا رموز الانقسامات في مازال باش تحكي يفو ميو بارلي معناها اللي يعتبر روحه حتى كيف يمشي يشد مسؤوليه في كارتاج. أيوة. يقعد عينه على الحزب وحتى كيف يشد كذا يولي تعرف شهاده بلادنا يلزمها الناس تتواضع وتحط الساقيه على الارض وتعرف ان الانتصار هو انتصار نسبي والانتصار هو مسؤوليه مش زاو. ما تزهاش بروحك اليوم، الحزب عنده مناضلاته ومناضليه، الحزب هذا يحمل رساله نتاع تقدم ونتاع حداثه ونتاع تعديل المشهد مش بيجي يبيع ويشريوا به الحزب. معناها بالنسبه ليك شكون محسن مرزوق؟ مشاو نقصر نعرفوهم اربع خمسه مليون. محسن مرزوق هو اللي حاب يكون عنده عينه على الحزب. اهوي لانه استقالهم. لا والا اسرع قرار من اللي تبعث حزب نداء تونس هو التصحيح اللي وقعت باش يدخل سي حافظ قيس السبسي للهيئه التاسيسيه بمفعول رجعي ولا مؤسس. يعني هذا الموضوع يلزمه يوفى. تعرف الحزب خلق ولد شرعي يمشي لسقيه اسمه 86 نائب شعب ونائبه منتخبين مش من منخرطين، منتخبين من مليون واش. هذوما عندهم شرعيه مش باش يوليو حزيب في وسط الحزب، مش حزب اخر، اما هذو ما يا ولادك وهذو بناتك اللي جاوك بشرعيه اضافيه على شرعيه التاسيس. قلت حاجه اخرى، قلت الحزب باش يبيع ويشري به، شكون اللي حاب يبيع ويشري بالحزب؟ انا اعتقادي مقايضه كبرى قاعده بالحزب. اللي هي بين شكون وشكون؟ انا مانيش فرحان بالكل بالتساهل هذا اللي قاعد يقع مع حركه النهضه، حركه النهضه قاعدة تروج اللي هناك استئصاليين وثم ناس من عنا الله غالب في نداء تونس مستحلين هالحكاية وحاطين من جملة الناس سي خميس قسيلة استئصالي ضدنا. سي خميس قسيلة أكثر إنسان يعتبر اللي احنا من حملة مشروع نتاع بور انتجري الإسلام السياسي أنه نقدروا نتونسوه، نقدروا باش حركة النهضة تولي تونس لكل ولادها وبناتها بما فيهم الناس اللي عندهم مرجعية إسلامية في العمل السياسي نتاعهم. تونس عندهم بلاصة فيها، لكن قلت أنا
العركة نتاع الانتخابات هذه بين ظفرين كلمة عركة ماهيش نهضة ولا نداء، لا لا لا، شكون عنده الضمان أكيلو ليدرشيب في البلاد؟ يما يقع استرجاع بعد الفاصل نتاع 3 سنوات الحزينة اللي تعدتها لتونس، يما يقع استرجاع بناء المشروع الوطني من قوى التقدم والا من طرف الإسلام السياسي. لكن الدار تزنس كل، وقلتها الدار تزنس كل، واذا كان ثم مزايد عليا اللي يحب يعطي بيت في الدار للنهضه نعطيها 3 بيوت، لكن المفتاح عند نيدا تونس. يعني بالنسبه ليك توا تحكي من الاول قلت لنا انه نيدا تونس ولا شبه اس بي ال على اساس باش نقسموا ثم لا قدر الله هذا الاتجاه، والناس حسب رايك ومنهم سي محسن مرزوق بالنسبه ليك وان خرج من القصر ديما عنده عين الحزب، ثانيا هنا ثم هاجس النداء والتكتل اللي انت تعرفه كنت فيه وخرجت منه اللي هو معناه تربحوا لكن بعد تبيعوا الطرح للنهضه ايش تقول وتقول احنا قوه حدثيه وما يمكنش نعيش، وهنا تتلقى مع سي طيب البكوش اللي موقفه يعني احنا مع النهضه ثم بدات تخومات اساسيه، يعني هل التحالفات مع النهضه تشكل اليوم عنصر تفرقه داخل صفوف النداء؟ الموضوع تعرف داخل صوف النداء لو كان القياديين في النداء يفكروا اللي النداء ملك الناخبين، يعني حركة نداء تونس هي حركة مازال ما تبناش الحزب، فرصة يما نبنيو الحزب ولا لا قدر الله بالشره وبالزربة وبالبيع والشراء وبالنظرة القصيرة المدى ينجم نفلتوا فيه، النجم نخسروها الحزب هذا المشروع هذا، لأنه هو لما هو يعني تقريب جمهور ناخبين اليوم أما قاعدين يحاسبوا فيك، قاعدين يحسوا عليك، الناس عطاوك قيادة المشروع ما همش قالوا لك لوح النهضة في البحر، مش أربطوا في الحبس، مش امشي تشفى فيهم، التوانسة وعندهم حق في بلادهم ومانيش أنا باش نعطيهم الحق، لكن القيادة عند قوات التقدم مش عند الاسلام السياسي. باهي نرجعوا لكلامك الاولي فلكناه في الاول اللي قلت لحو معناها ما ينجموش يبيعوا طرح بالنسبه ليك مع النهضه، ثانيا ما ينجموش يخصوا صفوف الحزب ونوليو كما اس بي ال ولا تكتل، ثالث نقطه جبتها انا سرعت انتباهي قلت لا رئاسه للحكومه وكانك انت تحكي باسم الكتله اللي لاحظنا في المده الاخيره ولات مركز قوى، مركز قوى داخل النداء، هل انه كتله نواب النداء تونس تشكل مركز قوى تجاه الحكومه او تجاه الرئاسه؟ انا مانيش نتكلم باسم الكتله، والكتله فيها لحد الان رئيس خرجتوا بيان واحد الانونيميتي يعني من 86 حصلوا 79 ونقطه والاخرين معتذرين، أيوة. وكل النائبات وكل نواب نداء تونس يعتبروا نفسهم مش ثم نواب وثم حزب، يعتبروا انفسهم هما في الحزب وهما جزء اساسي في الحزب ولازم نفرحوا باولادنا وبناتنا، هذو ناس جات منتخبه باسم نداء تونس، لكن اليوم في مجلس نواب الشعب لازم الناس تفهم ان النظام السياسي اللي قرر الدستور الجديد مركز الثقل هو البرلمان، بمعنى ان الحكومه تجي تلوج على الثقه في البرلمان، شنو هي؟ نعطي قيمه للحديث مع النهضه وكتلتهم، ما نعطيش قيمه للحديث مع كتلتي خايف منها، ثم ناس مستهدفين الكتلة قلقتهم يزي اش تحبوا انت ما خرجتوا نواب وفك علينا، هذه لغة خاطر هما زاد يقولوا ثم ناس خرجوا نواب وحبوا يتوزروا، لا أنا هما قاعدين يقولوا هذا سي سفيان واش نقولوا؟ نقولوا القاعدة المغلقة نتاع نايب ما توزرش هذه غلطة ما يجيش في العالم كامل، لكن أنا اعتقادي أنه اللي مشى نايب واللي مشى للشعب وانتخبوه ما انتخبوش وزير، انتخبوه نايب الشعب مش بحول الله يكون صوتهم ويكون صوتهم قريب ليهم ويرجع لهم وصوت الأمة، لكن ما نعملوش مش قانون مش قرآن شنو القانون؟ كل واحد ظلمه هكا يعني تعسفي يولي مم. إذا كان ثم الحزب اعتبر اللي ثم نائب أو اثنين نائبة أو اثنين صالحين باش يكونوا في وقت من الأوقات عندهم دور تنفيذي يتفضلوا إذا كان ثم رغبة نتعاملوا معاها، ما نسكروش البلاد بصفة استثنائية يعني ترى ينجم يكون في كل البلدان في كل العالم ما ثماش غلق ما ثماش هل أنه دخل صفوف النداء أو فاهمين وأنه الكتلة أصبحت قوة وماهيش ناس مهمشة وانتخبوك برا شد بلاستيك وما عادش تدخل في الشأن العام فاهمينه هذا أنا أو أنا مش فاهمينه؟ أنا ننصح اللي مش فاهم ويفهموا فيه صح يزر بنفسه، لأنه الكتلة هذه اللي كيان شرعي مؤسسة جديدة تخلقت
الحقيقة السبت والحد اللي عملنا فيه السيمينار بمقتضى تقريب مجلس الشورى نتاع النهضة، بدأت على وقع الاجتماع امتى باش ينتهي، ناس تنتظر، وانا هذا شرف يلزم نتشرفوا به اللي نداء تونس اول مرة اول مرة. أيوة. ثم كيان من كياناته اللي هي كتلة نواب نداء تونس تجتمع ليومين في ورشات في ملفات معدة في تصويت في ديمقراطية في حرية. هل أن هذا قلق البعض داخل النداء؟ قلق برشا. شكون مثال؟ بدات تليفونات الناس معناتها يعتبروا انفسهم وصايا. يعني قال لك اش تعملوا اش لم اش لمكم ايش شنو هذه انقلاب؟ يحكي ولا انقلاب؟ يعني وقت اللي كتلة يعني ايش مع الكتلة اتهموا بعض قيادي النداء بالانقلاب داخل النداء؟ اتهموه اللي هو انقلاب، اتهموه وينكم انتم منين جايين من يعني من برا البراني احنا يعني من وراء البلايك. يعني شنو الحكاية هذه؟ كتلة نداء تونس رحمة في حزب نداء تونس لأن تقريب هي التشكيلة والمؤسسة اللي لها الوزن اليوم الدستوري في المؤسسة الدستورية كبرى وهي الكتلة الأولى، هي اللي باش ترجع لها، هي اللي بتجي الحكومة تلوي ثقتها، شنو خيروا عليها الكتلة الأخرى مجموعة أخرى. ثماش إمكانية أن تقع سياحة داخل هذه الكتلة ويخرجوا منها بعض الناس ويلتحقوا بكتلة الأخرى كما مثال القطي التحق بالنداء وأنت كنت في التكتل التحقت بالنداء، القطي كان في حد مؤتمر مثال. إذا كان ما يفهموكمش ثم إمكانية بتاع إمبلوزيون بتاع الكتلة هذه والتحاق بأطراف أخرى؟ لا، على خاطر ما ثم حتى نية وما ثم حتى نية باش نسلموا في حزب نداء تونس وما ثم حتى نية باش نسلموا في كتلة حزب نداء تونس، هذا ما فيش حتى كلام. لكن ما عادش قابلين الناس اللي تعتبر نفسها ملكة نتاعها أوصياء يعني حزب أوصياء الحزب من فضلهم يتواضعوا ويفتحوا يديهم، راهي ثم كفاءات، راهي ثم ناس غايرة على الحزب غايرة لتونس وغير على اصوات الناس. شنو مقصي محمد الناصر اللي هو رئيس المجلس في نفس الوقت نائب معاكم لانه رئيس مجلس النواب الشعب يجب يكون نائب؟ وقع بدات تقع اتصالات وان شاء الله يكون هو وسط خير باش يعقل الناس اللي ما مش عاقلين. يعني تو وصلتوا الميسيون دو بونزوفيس تحكي على وسط خير وكانه معناها الصراعات التنحولات كبرت داخل كبرت لانه احنا بالنسبه لي مساله مصيريه معناه ما ينتظرش حتى واحد باش تقع تصويت على الحكومة إذا كان ما يتفضش موضوع الحزب ومصيره ويتحط بين أيادي أمينة وتتفتح القيادة لكل الكفاءات. ما ثم حتى واحد عامل مزية للآخر ولا واحد وصية للآخر. طبعا نهضة على ما يبدو تسند في البرقة السبسي والحكومة الحالية، هل نجم نوصل المفارقة وأنه جماعة النداء ما يسندوش الحكومة وجماعة النهضة يسندوش؟ المفارقة هي أنه ثم ناس قاعدة تخمم إذا كان جماعة من النداء متغشين هاوك النهضة متفاهمين مع هاول المقايضة اللي وصلت داخل النداء وصلوا بعض أقلية قليلة يعني يعتبروا يهدوا تقريبا يهدوا في نواب نداء تونس هو عنا عاقلين ومتفاهمين في كتل أخرى. يعني هذه الغريبة يعني عوض أنه نعتبر ثم حيوية فكرية داخل الكتلة وداخل الحزب ثم يعني وجهة نظر مختلفة. الحقيقة ما نعتقدش أنا الناس الخماس قصيرة العباد اللي برا يقولوا هذه مسائل داخلية داخل الحزب، علاش تلقي بذلالها على الحكومة وعلى مصير البلاد؟ اليوم ما فماش اون فواساج بوغ اغيتي خلينا نقولوا هالنزيف الداخلي اللي عندكم هذا داخل حزب حركة نداء تونس، فما صوت معناه حكيم ولا لا؟ هاوش نقول لك، اولا احنا اكثر حكمه من اللي يتصوروا الناس، احنا مصير تونس ما نلعبوش به، هذا لا سبيل اليه، احنا احرص الناس على نعجل بتقديم الفريق الحكومي، لكن عندنا الحق ولا ما عندناش باش نعطيو راينا في التركيبه نتاع الحكومه، باش نعطيو راينا في البرنامج نتاع الاصلاحات. احنا يعني حسب رايك انت تقول نعملوا ديزاسيس انترن على الحكومه واختياراتها، يعني تحبوا تكونوا انتم تكونوا الحكومه لحد ما نحب نكونوا عندنا نظر رأي. عندنا نظر على كل تركيبتها وعندنا اولويه وعندنا اولويه الاقتراح في مواقع حساسه اللي ماناش مستعدين. احنا اللي باش حاسبنا الشعب، احنا حاجتنا برواحنا نجم نرجع انا للقرى ونمشي لتفلين ونمشي لدور هيشر ونمشي كذا وانا سليم وانا على قدر الخطاب اللي حملته وقت الحمله وقت كذا، انا نحب نرجع لاهالينا والمواطنين
مخبي يعني راس مرفوع، مش مخبي روحي، مش يقولوا لي انت جيتنا وجيناكم وفزعنا لكم باش نملعوا البلاد. شنو هي المناصب الاساسيه يعني وزاره السياده؟ انا اعتبر المواقع يعني اللي تم الخدمات تاع الناس واللي تم الجماعات المحليه، لانه ما تنساش يعني الداخليه يعني اللي يهم وزاره السياده يعني اللي دو بروكسيميتي انا تعرف يعني التربيه والتعليم الماليه كيف كيف الداخليه انا اعتقادي العدل احنا مالناش ناخذوهم، مالناش حزب اخر، قلنا لنا حق النظر ولنا اولويه الاقتراح في بعض قطاعات حساسه اللي عندها علاقه بالناس مباشره. معناها انتم تحبوا تكونوا طرف رايه استشاري وملزم في تكوين الحكومه يعني ككتله. بطبيعه. وانتم متجانسين كل مع بعضكم. الناس كل متجانسه، يعني تعتبر نفسها. يعني مشكلوين معناها مشكلوين. المشكله اللي بعض. المشكله في القصر، المشكله فيش. المشكله غادي في القصر، والقصر مش سلباجي. نتكلم انا مانيش صاحب لغه خشبيه ماهوش سلباجي. اي شو المحتوى؟ ثم ناس ثم ناس عبد رفع بن عاشور سامي الاسماء افونس دي ماسكي. انا يظهر لي سي محسن وسي رافع اكبر ضرر موجود غاديك في القصر، لان الناس بالنسبه للنداء هو محسن بالنسبه لتونس، بالنسبه للحزب نداء تونس وبالنسبه لتونس، لان الناس اللي مخها ما تجاوزش عائله. البلاد هذه تغيرت، تونس وقعت فيها ثوره بالحق، ثم ناس مازال شو معناها عائله يعني بقى. عقليه طرابلسيه او عائله بمفهوم المفروض او عائله بمفهوم جاوي او شنو بالضبط؟ لا لا في بالنا ما الناس كل تحكي على الوطن ومن بعد تبدا تهبط 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 لين يولي يحكي لها اخته ولا اخوه ولا بنت عمه ولا كذا. انا نحب ندعو الناس باش ترجع عقولها وتعتبر اللي حزب نداء تونس راهو ملاك فيه ما نشكره. يعني شوف أنا كصحفي كنت تقول لي نعمل تيتر توا بيلي مش نعمل مقال في لابريس في الانترنت نحط نداء تونس خميس قصيره اوفر لو فو سي المحسن مرزوق رافع بن عاشور ونحط بول إيه لي كونسيدير كوم لو بلو كران دونجي نو با بور نداء مي بور لا تونيدي. يعني قال ترسل لي رايي لانه هذه الامبريسيون اللي تنجم تحطوا العنوان وصح عليها انا صح علي انا دونك تكتبوا انت نحطوا بار خميس كسيلا كاريمون لانه الامور هذه تو بالنسبه كذلك موقف اقتراح ليس حكومه. خلينا نجيبوا لهذا خاطر اون فان دو كونت تو تورن اوتور دو سولا. انتم على ما يبدو ما كنتمش راضيين على الاختيار. لا هو هذا سي سفيان في هذه فرصه باش نوضح عمره ما تعرض على الكتله في الندوه نتاعها اسم سي الحبيب الصيد مستحيل. شنو الاسماء اللي انتم شديتوا صحيح انه يكون من خارج نداء تونس؟ لا ثم توجهين في داخل الحزب وداخل الكتله، ثم زوز توجهات، لكن التوجه تقريبا الغالب واللي هو يتفق ويتوافق مع رؤيه سي الباجي قيس السبسي انه نخليه المجال لغير المتحزبين. وقت حكاوا الزبيدي وزبيدي وغير الزبيدي، وقت حديث ولا كمال شو بن نصر ولا نتاع الصناعه ولا برشا اسامي. احنا ما سمعناش به سي الحبيب، لكن ثم شكون سرب الخبر لاذاعه شقيقه قبل ما نكملوا سرب الخبر على اساس تسرب خبر من الكتله. هو ما يحبش يسربه، هو ما يزم يورط الكتله باش شنو اقل ما يمكن يقع فيها شيق. ثم فلان وفلان ربما كانوا في بالهم ما قالوا الناس باش الناس تدخل في بعضها، والا هوك عنده مشروعيه القرار على الكتله. انا شاورناهم هو ما صار منه حتى شيء، لكن تحب نعطيك راي انا في سي الحبيب الصيد من وقتها انا اعتبره في الاسماء اللي وقع التداول فيها رجل كفؤ عارف بالدوله، رجل عاقل ينجم حقيقه وعنده معرفه وثيقه مع سي الباجي لانه نبحث على انسجام في الظرف هذايا، راجل ينجم يؤدي دوره على احسن ما يرام. احنا في انتظار. وانا علاش تحكي على قسمه مع الحكومه؟ انت ما كملتلناش الحكايه نتاع الاجتماع نتاع الحمامات. لا لا كملت خاطر قالوا هاو تسرب لا تسرب لا تسرب حتى شيء ما ثم حتى شيء. هو صرح قال هذا انا صرحت لهذا وهذا اعتداء على الكتله وضرر اضرار به وقت اللي تخرج الخبر هذا. سي الحبيب هو يمشي قال الحدث معه. مش نحكيو معاه. مش نحكيو معاه في التركيبه نتاع الحكومه. على راي هو عنده صلاحيه التشكيل، لكن اللي ربما حسيته شويه اللي سي الحبيب في اول تصريح ليه قال نشكر الاشخاص اللي اعطوني ثقتهم. كنت نتمنى انه يقول نشكر حزب نداء تونس اللي كلفني، لانه حتى بمنطق الدستور نتاع البلاد
الحزب الفائز هو اللي يكلف، ما عندناش خاص تكلف. كنت اتمنى هذا، لكن رغم هل انا اعتبرها زلة نسال او يعني كان حوار خانوا التعبير يعني اي خانوا التعبير، لكن في التركيبه نتاع الحكومه نحبوا بلاش حسوا بلاش كذا، بالهدوء بالاحترام نحبوا نعطيوا راينا. اي ولكن بارادوكسالمون ما يسقسي لنتوما داخل حركه نداء تونس ونواب البرلمان وحتى اعضاء المكتب التنفيذي واللامين العام ساكتين، محمود البارودي، كمال مرجان، سليم الريح يتكلموا ويقولوا الحكومه فيها وفيها وفيها وفيها، وباش نعملوا باش نحثوا وزاره وباش نعملوا دي سوبر مينيستر وكلام. معناها انتم اخر من يعلم اليوم داخل نداء تونس. مع الاسف هذا اللي قاعد وقع، لانه الناس مش متعوده، ما تعرفش كيفاش تدير هذه المرحله الدقيقه من التفاوض والتشاور الهادئ والاستفاده من الناس اللي تعرف، وكره الناس اللي ما تعرفش شد ديارها. يعني ثم هدرة لين توصل هكا، لين توصل يعني الحزب الأول ما فيهش ديناميك متاع بناء وقبول بالآخر، وهو عنده الحظ اللي عطاه للشعب، وتلقى مجموعة أخرى تنجز قبل 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 الحزب نداء تونس، قبل الأمين العام وقبل هيك. ثم البعض يقولوا انه الباجي قيس السبسي يساعدوا الفلو ارتستيك هذايا، وكانه يضرب بلاص بلاص داخل الحزب وبين الحكومه والكتله وبين الحكومه والرئاسه وبين يعني لا غير توس كونتر توس. هل حسب رايك ثم نيه من الباجي، او الباجي كما قلت في قانون لي شومبري على ما يبدو بار اشخاص مسيطرين عليه؟ انا اعتقادي انه السي الباجي قاعد يلاحظ في الشيء كل، واللي يقول لي ما يعرفش غلط فيه، الراجل يعرف كل شيء، عنده كل المعطيات ويعرف العباد ويعرف قيمتها. واعتقادي انه في الايامات القليله القادمه سيصحح المسار، لانه مش معقول اللي قاعد يقع هذا. كيفاش باش يعني تنتظر تصحح المسار بين البيجي قائد السبسي؟ اوي وقادر على ذلك ويصحح المسار، لانه حتى ولو استقال من الحزب انا نطلب منه انه سلم مهامه، هو ادى القسم، لكن مش معقول يعني تقعد الحاله كما هذه ويخلف وراه أوضاع اللي تنجم تهدد بنصف الحزب. بنصف الحزب مرة واحدة تحكي، هل أنه حسب رأيك ما ثمش شخصية تنجم تسد هذا الفراغ؟ ثم شخصيات الحزب حساسيات وما تبناش بكله في الوقت، تو ما ثم حتى حل إلا الهيئة التأسيسية اللي هي على الرأس والعين، تضاف لها الكفاءات وتتحول إلى مكتب سياسي وتعمل تاريخ للمؤتمر في أقرب وقت. حسب رأيك وقتاش؟ أنا أعتقد ما يلزموش يفوت شهر ماي، ما يلزموش يفوت باش نكونوا أجال معقولة. باش ما تقعش امبلوزيون باش تولي باش نحميو، ثم ثم هيك ثم انتخابات، ثم مؤسسات داخل الحزب. هذا اللي نحبوا، نحبوا على حزب فيه مؤسسات، نحبوا على حزب ما نحكموش تيليغيدي من القصر، موش مورث، نحبوا على حزب فيه كفاءات ونساه ورجاله، والكتلة هذه راه إضافة إيجابية ليه باش نصيغوا قيادة تأليف من 20 24 25 واحد اللي يقودوا الحزب ويحضروا المؤتمر الديمقراطي نتاعهم. ثم بعض الناس يقولون اتركا وقت اللي شدوا داروا على بعضهم داخل احزابهم والاحزاب ضد بعضها، وكما قلنا حارب الكل ضد الكل، هاو حزب نداء تونس نفس الشيء من قبل حتى ما يبداوا يحكموا فعليا. ايش جاوبهم؟ انا نقول لهم اللي حزب نداء تونس اولا فيه حيويه في صراعه، هيك تشوف، لانه مش ملك اللي فيه، ملك اللي حبوه واللي املوا فيه واللي انتخبوه، ولذا هو شان عام وشان وطني موضوع الاحزاب. وانا يظهر لي في هذا النجم نتفقوا، هالناس اللي تحب في بالها امور داخليه وما داخليه ما تخافوش عليه، مش قزاز باش يتكسر. حزب فيه رجال ونساء وفيه مناضلين وفيه جهات، تعرف الناس اللي تلفنوا من الكاف ومن سليانه ومن القصرين ومن قفصه ومن توزر ومفجوعين، ما همش متعلقين لا بكراسي ولا يهمهم كراسي. أيوة. الحزب شنو عملتوا في الحزب؟ وردوا بالكم على الحزب. انا اقول لهم اللي الحزب في الحفظ والامان وليه رجال ونساء باش يعضوا بسنيهم وبيديهم وما يخليوش حتى حد يستعملوا ولا يوظفوا في هذا الظرف، نبنيوه الدعوه نبنيوه مع بعضنا. الدعوه نتاعك خميس قصيله قد تجابه، كما جاء تذكر تعرف بختي كمان صفيان يعني عامل تالي عام وشويه التالي كان بحذانا عبد العزيز المزوغي وقال نفس الكلام هذا دون سو سونس، ولكن بظروف اخرى عوقب عبد العزيز المزوغي، تم طرده من الحزب. اليوم الا تخشى انه كلام كيف ما هكا يتسبب لك في الخروج من الحزب انت والناس والاصوات اللي تنادي اليوم بمراجعات؟ لا لا هذه اصوات، اذا كان تعرف شنو الاصوات اللي نزل في مخها ستالينيه والتطريد وكذا، اقليه قليله،
أنا أنتمي للأغلبية الساحقة في الحزب وفي أنصار الحزب اللي هما خايفين عليه. يعني تنجم تكون أنت إذا كان ما قاعش التصحيح على يد البجي قائد السبسي تقود أنت مسيرة التصحيح داخل إدارة تونس؟ بعيدة لشخصي والقلتة كان عندي بعيدة لشخصي هالطموح هذا وهالأدوار هذه. أنا باش نكون أما تقول أن الأغلبية الساحقة معناها أنا أنتمي إلى أغلبية ساحقة لأنه الأقلية تحب تخربه وما هيش عاملة رأس مال له المكسب هذا الكبير. أنا اعتقادي اللي البجي قائد السبسي ما زال له نظر ما زال له تأثير وأعتبر أنه الهيئة التأسيسية اللي فيه والكتلة المنتخبة بكل أعضائها نساء ورجال لهم القدرة باش في سيمينار صغير يلقاو الحلول اللي تمنع حزب نداء تونس وتمنع تونس. وتتهم بالتغرور بيان سور داخل الحزب كل من رضا بلوتو محسن مرزوق ورفع بن عاشور اللي مش عارفين وين المصلحه مع كل اسف. مع كل اسف يمكن الكلمه هذه هي اللي ريزوم الانترفيو كلها. دونك قلنا له خميس سيله يفتح النار على رفع بن عاشور ومحسن مرزوق قال لك نبصم بالعشر صحح لك. نشكرك برشا خميس بارك الله فيكم تونس وكيف ان شاء الله باش تكون عندنا تداعيات ونطبعوا معناها خلينا نقول الموضوع. خميس من يجي ما يخليش لي جون ديفيرون باسكو سي ان هوم كي دو كاركتير اكزاكتو. ميرسي بوكو خميس سيله عضو مجلس نواب الشعب حنا حركه نداء تونس كنت ضيفنا اليوم في الانترفيو بودكاست تلقاو صوتا وصورة الكلام خميس قصيلة اللي قالوا كلام مهم. بعد شوية نرجع لكم ونكملوا أحاديثنا في كابوتشين.